إذا بدك تعطي مبلغ من معاشك لمين بتعطي؟ مبلغ كل معاش لأهلي. حدا بيكون فقير بعطي لحدا ما عنده حدا يصرف عليه. هم اختاروا طوعا إلى من يريدون تقديم جزء من رواتبهم، ولكن آخرين مجبرون على تقديم بقشيشا غالبا ما تشمل الفاتورة الضريبة على القيمة المضافة، ويبقى المبلغ الإضافي أي البقشيش إكرامية اختيارية، لكن عددا كبيرا من المطاعم تقتطع نسبة منه. تعالوا نجري عملية حسابية بسيطة. إن كان راتب النادل شهريا 700,000 ليرة لبنانية، يعني أنه يوازي تقريبا 23,000 ليرة لبنانية. وإن كانت الضريبة بين مزدوجين التي تفرضها إدارة المطعم 4.5% وفاتورة الطاولة 100,000 ليرة مثلا، فعلى الموظف أن يدفع مبلغا قدره 4,500 ليرة لبنانية في حال لم يدفعه الزبون. وإن لم يكن الحظ حليف النادل فيدفع يوميته بدل أن يتقاضى. أنا قبل ما بلش شغل هون كنت أشتغل قبل بكافيه، والسبب الرئيسي اللي خلاني أترك هو الضريبة اللي كنا ندفعها على فوتيل كنا نبيع، يعني على السيل كنا نبيع 3.5%، وكان ينقسم من معاشنا آخر الشهر قد نص معاشنا يكون مخصوم منه، لأنه في زبونات ما كانوا يتركوا تب نحن نتحمل الضريبة طبعاً، وحكينا كتير بهالموضوع بس ما حدا رد علينا. أنا كنت أدفع 4.5% وهي كمان نسبة كتير عالية. في أيام ما كنت أتوفق بولا طاولة، ادفع أنا من جيبتي 30,000 زيادة. هذا ما يعد مخالفة للقانون. العرف والاجتهاد اللبناني ثابتين، اللي كل شيء بيدفعه الزبون إكراميات هن من حق العمال، وما بحق له رب العمل يقتطع منهم أي جزء إلا بحالة التكثير، يعني إذا الشباب كسروا صحون أو كبيات أما شيء معين، هذا الشيء بحق له يقتطعه فقط لغير. بس ما فيجي يقول أنا بدي شيل نسبة معينة 3% أو 5% لازيدهم لمعاش حدا تاني. طب في عالم ما بتدفع 10%، كيف بخصمها من الشباب يعني؟ هذا واحد. اثنين، إذا في عالم كمان بيدفعوا بالكارت بانكير، اللي بيقول له أديل فاتورة هتفضل كارت بانكير، ما في يزيد لحاله الشاب 10%. نقيب أصحاب المطاعم في لبنان غير مطلع على القانون، إلا أنه يعول على كرم اللبناني ومهارة النادل. ما درست بالقانون، هيدا بيعمل موتيفيشن وبيربحوا فيه الموظفين، كل ما دللته كل ما دفع، وانت بتعرف اللبناني كريم 3.5% بيدفع، ما بيدفع للمطعم، بيدفع لزملائه. هيدا نحن ما خصنا ندفع، نحن نشتغل برا، وها هي انه العالم اللي جوا على الشركة هي مسؤوليتها انه تدفع. الكرم صفة حسنة، ولكن أن يكون اللبنانيون كرماء فهذا لا يعني بالضرورة أنهم قادرون اقتصاديا على أن يدفعوا بقشيشا يساوي النسبة التي تفرضها المطاعم من دون علمهم. غدي بوموسى، قناة الجديد.